ينضم إلينا من الخليل الأستاذ أحمد شديد، الخبير في العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك دائما على شاشة القاهرة الإخبارية. ما هي ذلك أو تلك الرسالة السياسية التي وصلت إلى تل أبيب بعد سقوط هذا الصاروخ واعترف الجيش الإسرائيلي أنه فشل في التصدي له؟ تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. يعني بداية اسمح لي ومن منطلق الجغرافيا أو كشاهد عيان، أولا الانفجارات التي دوت هي ثلاث صواريخ دوت، إحداها أو الأول فيها كان نستطيع القول أنه هز معظم أرجاء فلسطين، والصاروخين اللذين تلاياه أقل حدية. البيانات الإسرائيلية في أول الحدث تحدثت عن سقوط ثلاثة صواريخ، الأول في منطقة صحراء يهودا وهي المنطقة الواجهة الشرقية أو الغربية للبحر الميت، أي الواجهة الشرقية للضفة الغربية من الواجهة الجنوبية، وآخر في منطقة المطار في منطقة مدعين غرب القدس، ثم الثالث في منطقة نيشر والتي تقع بإحدى البلدات التي تقع في قضاء اللد. إذن لدينا لغاية الآن عدة روايات إسرائيلية تتناقض مع بعضها البعض. البيان اليمني الذي استمعنا إليه من خلالكم كذلك تحدث عن صاروخ واحد، ولكن هناك الآن حالة تخبط لغاية الآن لغاية اللحظة في المؤسسات الأمنية والعسكرية في إسرائيل. والغريب الأمر أن كل منظومات الدفاع الجوي قد اشتركت باعتراضه، ولكن باعتراف الإسرائيلي قد فشلت. هذا يعني بأن هناك كان أكثر من هجوم بأكثر من صاروخ، وهذا ما وددت التنويه إليه. الرسائل السياسية التي وصلت اليوم لإسرائيل واضحة تماما، أن التلويح بالقوة تجاه لبنان لن يحل المشكلة الأمنية التي تواجهها إسرائيل، أن الاستقواء على قطاع غزة والتهديد بالإخلاء السكاني من الشمال من شمال القطاع لن يحقق أمنا لإسرائيل. القصف الذي قامت به طائرات الاحتلال قبل أسابيع لميناء الحديدة لم يحقق أهدافه، والتي أراد الإسرائيل من خلال هذا القصف أن يشكل حالة ردع وأن يعيد تشكيل قوة من شأنها أن تردع أعداء إسرائيل وفق المصطلحات الإسرائيلية، ولكنها تفشل مرة أخرى. الأهم من هذا كله أعتقد بأن المؤسسة الأمنية والعسكرية ستقدم إلى المستوى السياسي وجهات نظر تعزز الوجهات النظر السابقة التي قدموها، والقائلة بأن الاستمرار بالحرب والاستمرار بالعدوان والاستمرار بالمواجهة في غير صالح إسرائيل. إسرائيل غير قادرة على مواجهة صاروخ من 2000 كيلو حسب كل الروايات، وبالتالي لا يمكن لإسرائيل أن تستوعب الضربات الصاروخية من حزب الله، والتي في أحسن السيناريوهات التي تقدمها المؤسسة الأمنية والاستخبارات العسكرية في إسرائيل تقدر بمئات يوميا بمديات وأوزان ورؤوس متفجرة متفاوتة. إذن هناك اليوم في إسرائيل حالة من التخبط، باعتقادي بأن بنيامين نتنياهو سيفرض على الحكومة إعادة الحسابات في بعض التفاصيل وبعض الجزئيات، خاصة في الاندفاع الذي رأيناه من وزير الدفاع يوآف جالانت في الأيام والأسابيع الأخيرة الماضية حول فتح جبهة مع لبنان. هذه هي الحسابات الأمنية، تبدو دائما حسابات نتنياهو مختلفة في الاستثمار السياسي لكل ما من شأنه أن يحقق مصالحه. أستاذ أحمد، بغض النظر عن الحسابات الأمنية والعسكرية التي يجريها الجيش الإسرائيلي، كيف تتوقع الثمن الذي تعهد أو توعد به نتنياهو أن يدفعه الحوثيون جراء هذه العملية؟ في المقابل أن المتحدث باسم الحوثيين قال أو وعد وتوعد إسرائيل بمزيد من العمليات النوعية مع حلول الذكرى الأولى للسابع من أكتوبر. يعني بداية اليوم تم إيقاف أحد ألوية جيش الاحتلال قائد في المنطقة الشمالية عن العمل بحجة أنه ألقى صباح اليوم بيانات تحذيرية طال بها سكان بعض القرى في جنوب لبنان للمغادرة، ولنا أن نربط بين هذا الحدث. لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يقوم أحد ضباطه بإلقاء منشورات بإحداد وإلقاء منشورات على سكان بلدات مطالبا إياها وسكانها بالإخلاء دون الإذن من قيادة الجيش. هذا التراجع ممكن لنا أن نضعه في سياق ما حدث صباح اليوم، ولكن أعتقد بأن بنيامين نتنياهو، واحد المحللين العسكريين صباح اليوم قالها صراحة، بأن بنيامين نتنياهو بحاجة إلى أن يستمع إلى الآراء أو إلى المعطيات الاستخباراتية التي لدى الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان، وإلى الاستخبارات الأمريكية التي تعرف تماما بأنه
هزيمة الحوثيين وتوجيه ضربة رادعة لهم هي من ضرب الخيال وغير واردة. الحوثيون خاضوا حرب استمرت أكثر من 8 أعوام، لم يرتدعوا ولا يمكن أن يهزموا، ولم يتم سحقهم بالمفاهيم العسكرية والمصطلحات العسكرية. وبالتالي المطلوب في بعض المحللين في إسرائيل من نتنياهو أن يعيد حساباته هو، وأن يسعى إلى اتخاذ منحى آخر، خاصة أمام الضغط الشعبي المتواصل المطالب بهدنة تفضي إلى استعادة الأسرى الذين تحترزهم المقاومة. طيب، مراسلتنا في القدس المحتلة دانا أبو الشمسية ذكرت أن واحدا من بين الأسئلة الرئيسية التي يتم تداولها منذ الصباح في الإعلام الإسرائيلي هو أين الولايات المتحدة من هذا الصاروخ، في دلالة أو في إشارة إلى التساؤل حول ذلك التحالف الاستراتيجي المتين الذي يجمع واشنطن وتل أبيب. يعني ما الذي يعكس هذا التساؤل أستاذ أحمد؟ يعني بداية أنا استمعت إلى تقرير الأستاذة دانا أبو شمسية، وقد غطى مجمل الأحداث بما فيها العملياتية العسكرية. فيما يتعلق بالولايات المتحدة لأين؟ أعتقد بأن تقرير الأستاذة دانا قد أجاب عليه، إذ أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، إن كانت القبة الحديدية والتي لا يمكن تفعيلها لاعتراض صواريخ باليستية، إن كانت القبة الحديدية، الحديث ربما عن المنظومات الأمريكية المنتشرة في مناطق عدة في المنطقة. نعم، إضافة إلى مقلاع داوود وحدس السهم، فشلت بالاعتراض رغم التشخيص وإن كان متأخرا. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية، وكما يعلم الجميع، هي أخلت قواعدها أو أخلت بوارجها الحربية من منطقة البحر الأحمر، وهذا باعتراف أو بإعلان قيادة المنطقة الوسطى التي تقع في نفوذها. الرادارات التي غذت الرادارات الإسرائيلية لغاية الآن، المواقع الاستخباراتية في إسرائيل أو المواقع الإخبارية المعنية بالبعد الاستخباري، لم تبحث في هذه الجزئية، ومن الوارد أن تكون قد تم تغذية الرادارات الإسرائيلية من قبل رادارات أمريكية، ولكن منصات الدفاع الجوي المختصة لهذا المجال في إسرائيل هي حديثة ومتطورة جدا، ومع ذلك عجزت. إذن الإسرائيل الأمريكي في هذه الحالة، وبالمناسبة إذا عدنا إلى 14 من أبريل الماضي، اعترف الأمريكي أن أكثر من 70% من المسيرات والصواريخ الإيرانية قد وصلت إلى أهدافها، رغم الاستعداد المسبق الذي كان من قبل البحرية وسلاح الجو البريطاني والأمريكي. وبالتالي لا يمكن للقوات الأمريكية كما الإسرائيلية أن تحكم سيطرتها، أو دعينا نقول أن تضمن نتائج بنسبة 100%، خاصة وأن التوقيت جاء بعد فترة ممكن لنا أن نوصفها بأنها فترة هدوء من الواجهة الجنوبية مع اليمن. وبالتالي الآن كانت حالة من المفاجأة، والكل في إسرائيل كان ينظر أو يتطلع إلى دخول بري أو إلى عمليات برية من الأراضي السورية من قبل الحوثيين، وفق ما أعلنت مصادر استخباراتية في إسرائيل، لتأتي المفاجأة صاروخ يقطع أكثر من 2000 كيلو، رغم أن المفهوم الراداري أو البعد الراداري والعمليات هو يعني لا يتفاعل إنسانيا ولا بشكل مشاعر مع الأحداث، وإنما وفق التكنولوجيا التي تعد بكل التفاصيل وبكل الأحوال التي بين يدي كافة المحللين. الأمريكي لم يقدم شيء لغاية الآن، إن قدم شيء لم يتم الإعلان عنه، ولكن منظومات الدفاع الجوي الأكثر تطورا في العالم والتي حاولت إسرائيل ترويج لها قبل 7 أكتوبر وبيعها وتصفيقها في دول العالم، أثبتت اليوم وبالاعتراف الإسرائيلي فشلها. واعتقد بأنه قادم الأيام سيكشف أكثر من مسألة الصاروخ، بالعودة إلى ما قلته في بداية حديثي أن الإسرائيلي نفسه أعلن عن سقوط صاروخ في منطقة صحراء يهودا، وآخر في مدينة أو بلدة نيشر، وآخر في منطقة مدعين غرب القدس. أستاذ أحمد، إسرائيل تقول إنها تقف في 7 جبهات، تحارب على 7 جبهات، ولكن حتى الآن تبدو إسرائيل غير قادرة على الحسم في أي من هذه الجبهات. هي عالقة في غزة، لديها حرب استنزاف مع حزب الله في جنوب لبنان، ربما لديها جبهة العراق، جبهة سوريا، الضفة الغربية أيضا مشتعلة ويزيد فيها التصعيد من جانبها، وعدة اقتحامات معتادة شكل يومي تصاعدت وتيرتها خلال الأسابيع الماضية. إذا كان هذا هو الوضع، وهي من المفترض أنها مستنفرة تستعد لتصعيد تدريجي في جنوب لبنان مثل ما قال نتنياهو مساء أمس، وهي لم تستطع أن تعترض صاروخا واحدا، وكانت هذه هي حالة الارتباك داخلها منذ الصباح. يعني كيف يمكن لها أن تدير جبهتها في القادم الأيام؟
أشكرك على هذا السؤال الهام. الذي يتتبع الصحف العبرية والمواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل يرصد جملة يتم تكرارها في الأسابيع الأخيرة الماضية لغاية هذه اللحظة، والمتعلقة باستخدام إسرائيل أو ضرورة استخدام إسرائيل للسلاح النووي. الآن المجتمع في إسرائيل، الثقافة السائدة في إسرائيل، ترى بأنه وقف هذه الجبهات ووقف هذه الحروب في ظل استمرار الاستنزاف إسرائيليا لا يمكن أن يتم إلا من خلال سحق، كما يقال في مواقعهم، سحق بيروت وطهران. بعض الأصوات التي دعينا نسميها المعقلة العقلانية تقول بأن المشكلة في قطاع غزة، حل المشكلة في قطاع غزة يعني حلها في بقية الجبهات، ولكن عقلية بنيامين نتنياهو قائمة على مجموعة أو منظومة أفكار ذات بعد صهيوني قديمة متجددة، تقول بأن إبقاء الخطر، إبقاء خطر حزب الله وإبقاء الخطر الإيراني خاصة في ظل شغف إسرائيل إيران كما يقول بنيامين نتنياهو إلى امتلاك سلاح نووي، سيجعل مكانة إسرائيل وحضورها ووجودها في مهب الريح. لذلك بنيامين نتنياهو لا يريد الذهاب إلى نقطة الصفر، البداية نقطة قطاع غزة وإنهاء المشكلة هناك، من أجل تحقيق الحلم الكبير المتمثل بالقضاء على قوة حزب الله والقوة النووية الإيرانية. شكرا جزيلا لك ضيفنا من الخليل الأستاذ أحمد شديد، الخبير في العلاقات الدولية والباحث في الشؤون الإسرائيلية.